لن أخوض في تحديد المكتفى بها، لكن سيكون هذا من دور اللجنة المنظمة، وخاصة كلمة السيد الرئيس الذي سيتقدم بها هذا قليل زميلي وصديقي الأستاذ سيروا. أعطي الكلمة مباشرة للسيد رئيس المنتدى الوطني ورئيس التجمعية السيس السيد حسن سيروا، يتقدم مشكور. والصلاة والسلام على السيد المرسلين، السيد الوالي المحترم، السيد رئيس مجلس المدينة المحترم، السيدة نائبة الرئيس مجلس العمالة المحترمة، السيد العامي، السيدات والسادة، كل باسمه وصفته. حضرات السيدات والسادة، سعيد بلقائكم مرة أخرى في هذه الأجواء الاحتفالية وفي هذا المشهد الحضاري الرائع بمناسبة عيد الأمم للمرأة الذي نخبئ كعادتنا كل سنة لنقف وقفة إجلال وإقرار في حق المرأة المغربية التي استطاعت بطموحها أن تكسر حاجز الصمت وتخرج عن المألوف وتتسلق أهل المرات. نجتمع كل سنة في مثل هذا اليوم لنعرض للمرأة المغربية عن اعتزازنا وافتخارنا بما قدمته بكل سخاء لهذا الوطن وللمجتمع وللأسر على امتداد التاريخ واعترافي لها بسمو القدر، بسمو القدر وعلو المكان ونقاء المعنى، ونقدم لها جميعا آيات التقدير والاحترام، فقد أثبتت أنها قادرة على صناعة الرجال وبناء الأمجاد وتحقيق أعظم الإنجازات. حضرات السيدات والسادة، إن سعادتي كبيرة تكمن في انعقاد هذه الدورة على شرف نجمة من النجوم التي فتح لها التاريخ أبوابه الواسعة وارتقت سلم المجد في لحظات مؤثرة أمام بهار وظهور العالم، وأرغمت الجميع على الاعتراف بتفوق المرأة المغربية التي حققت أمام أنظار الجميع ما لم تحققه قبلها المرأة العربية ولا المرأة المسلمة ولا المرأة في القارة الأفريقية، وأضافت بذلك صفحة جديدة في سجل إنجاز المرأة المغربية وزادت من حجم التقدير واحترام التي تحظى به النساء المغربيات. حضرات السيدات والسادة، إن لحظة التكريم هذه تعتبر لحظة قوية واستثنائية تختلط فيها خصوصية الزمان وشرف المكان وعظمة الإنسان، فالزمان هو زمان الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وهو لحظة وقوف العالم الإنسي إجلالا وتكريما للمرأة، والمكان هو مدينة فاس العريقة بكل ما ترمز إليه هذه المدينة من مجد تاريخي وبعد إنساني وعمق حضاري وإشعاع علمي، وبكل ما فيها من أسرار وبكل ما تسخر به من عجائب. والإنسان هو شخصية المحتفى بها، وهي من تعرفون ويعرفها العالم، إحدى رموز هذا الوطن وإحدى السيدات المرموقات العالم، ولذلك فهي غنية عن التعريف، وهي غنية عن المدح والإطراف، وهي فوق مستوى المجاملة. نشكرها فقط على تواضعها وقبولها الحضور معنا في هذا اليوم العالمي. إنها الرياضية الرائدة المتألقة والمثقفة الراقية النبيهة والمسؤولة المجتهدة الحازمة والدبلوماسية الأنيقة في أسلوبها وتعاملها، والإنسان الخلوقة الطيبة الخدومة المتواضعة السيدة نوى المتوكل. وبهذا كله يكون هذا التكريم حدثا استثنائيا، لحظة نادرة شريفة في زمانها ومكانها وقيمة الإنسان المحتفى به. في الحقيقة من الصعب
أن تسعفنا كلمات العبارات في مثل هذه المناسبات التي يغمر عن الشموخ والافتخار والاعتزاز. فعادة ما يتملكنا الارتباك في التعبير والحيرة في اختيار المواضيع، فأي مجال في حياة محتفى بها المليئة بالمنجزات والتقيت بالعطاءات يمكن أن يذكر أو وأن نفيه حقه. نتمنى أن تنال شهادتنا رضا المحتفى بها وقبولها ما دامت كلماتنا لا تستطيع أن تكون في حجم أعمالها وفي مستوى منجزاتها. إن تكريم السيدة نواف التوكيل هو في حقيقة تكريم مسيرتها المتميزة، وهو تحية إقبال على متابرتها من أجل اقتحام العقبات وعزيمتها على تجاوز الحواجز وصبرها على تحمل الصعاب التي لا يخلو منها عالم المنافسة الرياضية، وهو تقدير لما قدمته ولا زالت تقدمه من أعمال جديدة لصالح الوطن وما تقوم به مساهمات مفيدة في أوراش الرياضة الوطنية لصالح الرياضة والرياضيين. لقد تم تكريمها في عدة محافل راقية على مستوى العالم ومن طرف عدة شخصيات بارزة، منهم ملوك في أسر ملكية عريقة، ومنهم رؤساء في دول أخرى ورؤساء في دول شقيقة وصديقة، مما يدل على أنها تحظى بتقدير جميل. وتم تكليفها بمهام سامية على المستوى الدولي، مما يدل على الثقة التي تتمتع بها من طرف المسؤولين والمنظمات الدولية. كما تم تكليفها بمهام حكومية ووطنية، مما يدل على أنها كانت تحظى بثقة صاحب جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، ولا زال تحظى بثقة صاحب جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره. ولكن يبقى هذا التكريم في مدينة فاس طعم خاص، فمدينة فاس واحدة في العالم ليس لها مثيل في أي ناحية أخرى من أنحاء المدينة. مدينة عند العارفين تغني عن غيرها ولا يغنى عنها غيرها. فاس مدينة التاريخ والحضارة، مدينة العلماء والأولياء المتصوفين والصالحين، اجتمع فيها من أسرار الروحية ما لم يجتمع في غيرها من مدن العالم. فهنيئا لنوى المتوكل لهذا التكريم في مدينة فاس. حضرات السيدات والسادة، ونحن نكرم السيدة نواة المتوكل، نكرم في شخصها شريحة واسعة من الرياضيات التي أعطينا والتي ما زلنا نواصلنا العطاء ويشرفنا بلدهم المغرب ويبقى مراية العالية بمختلف الآفاق. ونكرم في شخصها أيضا الأجيال الصاعدة من الرياضيات التي يتخذنها مثلهن الأعلى والنموذج الذي يجب أن يحتدين به. وفي الأخير أقول هنيئا للمرأة في عيدها العالمي، وهنيئا لبطلتنا العزيزة علينا بتكريمها في مدينة فاس، وهنيئا للمرأة المغربية التي تستحق في الحقيقة أن تكرم كل يوم وليس مرة واحدة في السنة. وشكراً.